جيش الحر قسم الله الله اكبر اللي جوا راح ولا بيت الفطر اسمع ان شاء الله ما حد يطلع منها طيب هذا ما بكاهيك عشان فشل القذائف اللي بيها والله ليس ده الله اللي احترق حرق اللي جوا شوف الفشك اللي بيها هو طيب هو ميت غير ما والله ما شايف حد حرق اللي جوا حرق والله بيحرق انا يطلع واحد يدير بكم لا بس احداث وقف قدام الاجهزه يا اخي انا راس الشارع حاضر يا اخي اظنني هذول مؤمن عادي القذائف فيها تلفت جيش الحر الله اكبر جيش الحر الله حي الجيش الحر شقاقات الجيش يا عمي جيش الحر الله اكبر في باكم قناصة هاي ادى الله قناصة قناصة في قناصة قناصة هاي يا شباب في قناصة حي المدرسة خلعت فيها لا 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 دراخن هذا ابو مالك واحد اجي واحد عندنا داسوس الله اكبر بجر كمان الله يرفع الله اكبر تعال هنا مو شبك كسخت الاسد الله اكبر الله يا جماعه لا تطفي قدام الموبايل يا وشيك انت هون اللي هون يا غالي يا حبيبي بعده يا استاذ ان شاء الله يا حبيبي ضبحك بعده عن الجيش الحر شايف الدخنه في تليفون ينفع منك انا معي 73 لا يا اقولك هاي من هي مولعه هي مولعه انا بس عادي هل سويت تلفونك عادي؟ لا ما وصلتش ما جربت ما وصلتش معليش هو مكان هي العكس الشمس المشكلة المشكلة تلفوني يظلوا مع أبراكي اللي أنا عارفه يا لود يا جاي فيها لود عمي عمي لود والله ايش شرامته اللي فيه والله اعطيني جاي انت بعدك لا مالك مالك صبته من جوا اللي جوا احترقوا فجرت ما ان صابت الدبابة ما تعتبر الجوع فيها صاروا فحمة عطابة والله دعوه قرب على اللي عند بس قرب يلا شوف الفجار هذا اليوم يلا وكل قرب عليه مره ثانيه هاي ثلاث جوا قاعد تصحى لا لا هذا هو لا لا هي هاي قلت الدبابة قلت الدبابة تعالوا روحوا جاي تعالوا روحوا جاي